اصلا هذا الدعم خرج استثنائي، يعني استثنائي للفنانين اللي متضررين. انا بعدا كنلوم هاد الفنانه كاملين اللي شفتهم وكلهم ميسورين، كلهم لاباس عليهم. علاش اصلا دافعين الدعم؟ اصلا ما خصهمش يدفعوا الدعم، ميسورين لاباس عليهم بلا بدون ذكر الاسماء. المغرب كامل عارف هاد الشيء هذا. زيد عليها عاوتاني اللجنه، ما عارفينش نتوما هاد الناس لاباس عليهم؟ ما عارفينش هاد الناس ميسورين عندهم؟ ما عارفينش بان كاينين فنانه اللي يستحقوا هاد الدعم، وانا من بين هاد الفنانه؟ دفعت حتى انا الملف ديالي، وانا هادي تقريبا اكثر من 10 سنين وانا كنعاني في صمت، اكثر من 10 سنوات وانا ما خدامش وما عندي حتى شي حاجه من غير الفن. باش غنوكل ولادي؟ باش غنصرف على ولادي؟ ما عمرني دفعت لشي دعم لانني عارف ان الكعكه كتفرقي بيناتهم. جات الحمد لله قالت الوزارة أن كاين دعم استثنائي، قلت الحمد لله. وقيل راه تغيرت بعض الأمور في الوزارة، قلت الحمد لله غندفع، راه غادي نشد هذا الدعم هذا اللي دار به. تنتفاجئ حق الله العظيم إلا مرت، كنتفاجئ بالأسماء اللي مولفة كتدي الدعم، مولفين تيديو الدعم. علاش السيد الوزير ما توقفش على هذا الشيء وتشوف هاد الناس اللي متضررة؟ هانا أوركسترا حمري، ها الأعمال اللي فايت درت، ها الأعمال السماوي، ها الأعمال اللي فايت درت، ها هي، ها الأعمال اللي فايت درت، ها الأعمال اللي فايت درت، ها الأعمال اللي فايت درت. وهاد الشيء هذا راه غير القليل، وهادي 10 سنين وأنا كنعاني في صمت. علاش؟ علاش ما يكونش الإنصاف؟ لحقاش اللي في اللي في اللي في اللي في اللي في 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 مكان القرار بيناتهم كيديروا مهرجان؟ شحال دفعت انا باش نخدم في المهرجانات؟ والو، لا حياه لي من هذه، ما كاينش اللي داوها فينا. شحال وانا كنزل عيطت شخصيا لاصحاب البرامج في التلفازه، عيطت لهم، صيفط ناس اصدقاء هضروا معاهم. حق الله العظيم حتى شي وحدين ما قدروا يعاونونا ولا بغينا، ما كنطلبوش حنا، ما كنسعاوش. الفنان ما كيسعاش، الفنان بغينا باش نخدمو. السيد الوزير بغينا باش نعملوا بينا باش نشتغلوا. السيد الوزير عيبو عارف في دولة القانون ودولة الديمقراطية، وما نستاهلوش نخدموا؟ حرام عليكم، وعيبو عار، عيبو عار وزارة الثقافة، عيبو عار هادشي اللي درتوه، حرام هادشي اللي درتوه. راه حنا كنعانيو، راه حنا كنتوفاو عرق بعرق، كنموتوا بالصمت. السيد الوزير الله يخليكم، إلى ما عاودوا نضروا راه حنا باغيين نخدموا، ما باغيينش نسعاو. الله يخليكم، ما باغيينش نسعاو، باغيين نخدموا، وراه ما بغيتوناش نخدموا. شنو بغيتونا نموتوا في هذه البلاد؟ حرام عليكم وعيب وعار، حرام عليكم وعيب وعار. كنتمنى جلالة الملك الله ينصروا، راه عيا فيكم جلالة الملك، عيا فيكم، عيا فيكم، عيا فيكم. وانتم ما بغيتو ديروا حتى شي حاجه، مازالين في نفس النمط، في نفس المسائل اللي غايدين فيها، في نفس الناب. حرام عليكم، والله يجازيكم بخير. حاولوا تنظروا للفنان، ها هي عدة أعمال بها غير قليل، وكلها مشهورة، وكلها دخلت للبيوت المغربية. منا نشتقص، ما نخدموا في مهرجانات، ما نخدموا ما حتى شي حاجة ما بقات لنا. شنو بغيتوا نديروا السيد الوزير؟ الله يخليكم، راه مرض، راه مرض السيد الوزير، راه مرض.